والخويل تعرف بنا تدخل مدير الصحة والخويل ووجه الويل. لاش كتعاودي انا سير لوزارة الصحة وقولها لهم. وزارة الصحة انكسرت شتي نتوما ما عرفتيش شايفكم واقيلا شتينا في الحمام نهار كسلناه ناري يا شهر البطل عمري مشيت الحمام. الله ينجيك حنيني من نهار تزوجنا ما عمرني شفتك مشيتي للحمام. دادا ما عندنا غير هذا مقابل هذا. السلام عليكم. السلام عمي لا تنحي دير بوه الكمان. عليكم السلام ورحمه الله. شحب الخاطر واش وعيد حشومه تقول السيد تدخين مدير للصحه وكيترزق على الله راه تدخين مدير تب الجيب الجيب تا هو مدير الصحه ناري اليوم دبرتوا عليها كي والحاج كيطلق على صاحبي حاجه جيتيني فهمتي كبير واش تكبرتي ودرتي حقك عاد بغات دراسك في الدراري الصغار وانا ضل عادتك عليها نوضك عندي يلا سربي هاجي شي واحد يقول لي شي كريدي والله يا موت نتفاهم معاه ارا نضرب واحد سير ديال الحديد بعدا واحد السلام عليكم خوتي قبل ما نبداو الفيلم جبت لكم واحد الموقع اللي تقدر تربح منه المال على الطريق تشجع الفرق هذا الموقع هو وان اكس بيت وكاين واحد كود برومو الا دخلتيه بسميتي تربح بونص والكود والموقع كاين في الوصف وفرجة ممتعة هرتو دابا ولكن مرة جاي ان شاء الله شي واحد نهرش لي راسو خويا زكريا بغيت نقلب على شي خدمه اخويا شي فين هي الخدمه لقيناها وتراعي قبل الدريه صاحبي تقول لي يجي يخطبني من دار ما وعنده واحد باه ميكروب حتى هو فين تعرفت باه ترى الدريه تزعود لي على باه صاحبي فين تنعرفونه وفين باغي نشوفو ما غاديش نشوفونه كاع زيد 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 يحل الله هاجي شي واحد يقول لي شي كريدي والله يا موت نتفاهم معاه ارا نضرب واحد سير ديال الحديد بعدا واحد جوج ثلاثة مشي لنا اختقار نروحو لبيعينية الصباح هذا نبدا من النهار ألف واحد ألف وجوج ألف وثلاثة شي قار واش نجيب لك 10 دراهم شنو هو هادشي هذا؟ واش بان لك يا عمي فلوس هادي؟ فلوس؟ ها لي ما كنبغيش ما عنديش من الكريدي سير تجيب 10 واجي خد كارو الحاج مابقاش باغي لا كارو لا والو عطيني فلوس شوف ما تاخذ لا فلوس لا كارو غادي تمشي ولا غنكسرها معاك شنو هو اه يا عاد انا موعد لا سير معاك ها 30 دخلت بعدا وانا نتمزكو شويه بعدا نطلع على ضامنا الله مالا ديما صاحبي معيط لي معيط اليوم كاين ما يدير هذا هو المشكله صح تورق لي الشيباني كيبيع في الكار شوف ما حد ما كاين والو غنمشيو نطلعو عليه شاش يلا يلا عشية تبعنا حنا كيما ها نديرو الخير ويدورو علينا حنا كيما ها من بكري ما عدنا دادا ما عندنا غير هذا مقابل هذا السلام عليكم السلام عمي لا تنحي دير بوه الكمان عليكم السلام ورحمه الله شحب الخاطر عمي واحد السيكاريت واحد ولا جوج اه واحد ياك والخويل تعرف بنا تدخل مدير الصحة والخويل ووجه الويل لاش كتعاودي انا سير لوزارة الصحة وقولها لهم وزارة الصحة انكسر اليوم دبرت لا لا عمي عمي لا 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 عمي صافي حشومة عليك اصاحبي حشومة عليك حياتي السيد كارو ديالو اصاحبي عمي راه كارو انا نخلصك جوج ار لي كار انت شاب مزيان هاكا كارو واش وعيد حشومة تقول السيد تدخين مدير للصحة وكيترزق على الله راه تدخين مدير تب الجيب الجيب تا هو مدير الصحة ناري اليوم دبرتوا عليها
كي والحاج كيطلق على صاحبي حاجة جيجيني فهمتي كبير ونتعدى عليك واخا عليك الشر ولا لبقات فيكم البراش انا وراكم الزمن طويل حجب وعياد من لا يعرفوه اجوا بعاد كيديروها بيا انا غادي نوريهم شكون وعياد قبيح هاد الراجل مالو ناري ناري الله يدوز هاد النهار بخير وعلى خير مهمتي مهمتي وليا 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 القباحة ديال كاع بغا يضربوها ليا في الزيرو بعالك جميلة ناري ناري مهمتي يا ربي السلامة يا ربي السلامة جميلة ما كتسمعيش وميكا هاني 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 فيكتي فيكتي يوطح على كالقول أنا يلا جاية مالك درتي شي غدا شي عشا شي بوكلي مني غادي قلبنا وما قلتيش هي الحاجة دابا ما عرفتكش مالك الحاج بابت هي ماشي هو هذاك مالك مالي مهيلوك ندوز مع حوايجك اليوم تجمع حوايجك تزيد مع الطريق ومالي الحاجة اش درت لك فين عمرك تحاج والحاجة اللي اش درت لك هي جمعي حوايجك وسيري انا ما درت لك والو ديك جمعي حوايجك هادشي اللي غادي يوقع ما خصكش تحضري ليه ياك اودي لاباس اش واقع شي بعالك ضحكوا عليا ما بغيتيش تحضر ليهم اما اليوم اما بيا اما بيهم يا الحاج واش تا كبرتي ودرتي عقلك عاد بغيتي راسك في الدراري الصغار وانا ضيع عادتك عليا نوضك عندي يلا سربي راجل مالو يا ربي عبرت عطلتي بزاف وانا بابا راه بغى يجوجنا بولد صاحبي دابا بغيتيني ندير لك انا بغيتيني ندير لك وانت تقول لي باك قبيح وانا ما خدام مرده مش بغيتيني ندير لك انا شنو كيفاش هاد الهضره انت موالف تقول لي بحال هكا كتقول لي غادي نجي لداركم انا نجي لداركم يجرع لي باك هي قلتي لي تباك ما تتفاهمش اه ربو ما كيتفاهمش داكشي علاش قلت لك نزربو في الزواج حيت راه غادي يجوجني بولد صاحبو وداكشي حنا علاش خاصنا نزربو كيفاش غندير لا وانت تقول لي با قبيح غيبغيني بلا والدين المهم دبر راسك انا قلت لهم اليوم غادي يجوني الخطاب شوفي عرفتي اش غديري سيري تيا للدار انا غنمشي عند خويا زكريا هو اللي غيلقى لي الحل ولا غنمشيو للموقف ولا غنمشيو شي بلاصه زيد زيد المهم دبر راسك واش غنقول لك بغيتك ضروري صاحبتي اليوم مدروكه بواحد الخطبه ديال بنتي لك كمل الله بغيتك تسال فين داك القفيطين الزوين اللي عندك ها هذاك اييه هي هذاك هذاك لهلي خطيك وعسمحي ليا اجيت مدروكه مرات نفصل على راسي على خاطري وكل شيء صافي يلا سيري الله يعطيك صحيحتك وضروري في العرس انت الاولى مرحبا بك والله ما عرفت كيفاش غندير لها خويا زكريا ودابا لقيتيني تنفكر صاحبي كي غنديروا ليها خويا شوف لينا شي حل الله يحفظك هو الحل الوحيد هو نشوفوا شي مراه تلعب لنا الدور الام ديالك فهمتيني فهمتك عشيري سلام الدراري عليكم السلام هو هو الحل خالتي فاطمه بغيناك ضروري ما كاين باش خلي عشوني خالتي تعاوني معنا الله يحفظك المهم دابا شوفوا انايا غدا نقضي واحد الغرض ومعطله ندوزو عند ديال الدار صافي الله يحفظك يا خالتي الله يعزك الله يحفظك شكرا بزاف انا ندوزو عندك صافي وزيدو جيتو مسخيت جيتو السلام عليكم اخالي المهم وقفنا على قبيله بنتينا مزروبه قلت شويه تدوز عندي للدار حنا جينا عندك دابا للدار المهم شوفي اخالتي نجيوك من الاخر راه شعيب كيبغي واحد الدري وهي كتبغيه فهمتيني وراك عارفه شعيب معدو لا مو لا بوا ومكرهناكش تمشي تخطبي على اساس مو ايوا وليدي هادشي ما فيه لا مشاكل لا والو شوف اخالتي ما كاين لا مشاكل لا والو غير با واحد الميكروب وضروري بغى والديه شوف اولدي ما كاين حتى شي مشكل وانتيا راك كبرتي قدامنا ووالديك الله يرحمهم كانوا الله يعمرها دار وانا غنمشي نقف معاك فهاد لاجه الله يحفظك اخاش والله ما عرفناش نقول عقوبه لك حتى تايا امين ان شاء الله نداري المشكل مع شعيب ومن بعد انا خرجت لك شعيب هاي تعاملت الله يحفظك اخاش الله يكمل عليك بالخير شعيب عاوني ايوا جا شعيب انت هادشي اليوم ما في العشيه ان شاء الله اليوم اي والله يكمل عليك بالخير يا وليدي الله يرضي عليك ليه هرب الزواج هرب الطاعه عادنا فين هما الخطاب ها هما قربوا ها هما عيطوا لي هما جايين جايين ترى ما جاي على جيهم انا مخلي في الروح ديالي وبقيت نتسناهم انايا الحاج والحاج وترى الغيب حجتو معاه ترى نهار بنتك هذا اويلي تعجيت لجهد الله نهار بابا نهار نهار بابا ما تشوهنيش بابا قدامه اوكي واش هذا اللي جاي عنده شي ميمي ولا تيتي ني 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 هنا اب الله يهديك واش انت اللي ضاربك ضربك على الفلوس سكتي انا اللي عارف مصلحتك كلشي على البينكا وخا حلينا غير الساكا اويلي يا الحاج تشوهنا مع الناس ها هما جاوا سكت سكت هما جاوا ما دقوا شكون اهلا ضيف الله مرحبا مرحبا ضيف الله زيد
ديالي قالت لي العريس العريس حشمان سيري حشمان العريس مرحبا مرحبا تبارك الله على عروسك زيد الله تبارك بكم يدير الحاج نهار كبير هذا صافي مرحبا صلاة النبي الزين شعيب تسلم على نسيبك اويلي اويلي تمالك حشمان شعيب هو صاحبي والله الا هو بالرب نهار كبير هذا ومية سالف مرحبا بكم قربوا وليداتي راه ما حاكم هذا ومالكم شكم حشمانين تبارك الله فيهم الحياه وليدات وليا والعراض ومزيان والله الا فين باقا تلقاي ولاد الحياه والعراض شتي نتوما ما عرفتيش شايفكم واقيلا شتينا في الحمام نهار كسلناه نريحش حتى بطل عمري مشيت الحمام الله ينجيك حنيني من نهار تزوجنا ما عمرني شفت مشيتي للحمام اش يكتبوا عليا كتبوا عليا في وجهي نتايا البرهوشه جايبينها كذاب لا بابا ما كذاب ما والو ويلي شعيبة اش هادشي شعيبة ويلي والحاج خلي هاد النهار يدوز بخير تاع بنتك الله يهديك الحاج راك راه تغلطوا لك علاه يدوزوا كاع والحاج والحاج هاويا الحاج توحيدك الله يا الحاج هاويا الحاج توحيدك الله يا الحاج هاو سيد الحاج توحيدك الله يا الحاج عطينا ويا الحاج توحيدك الله يا الحاج عطينا البنية ويا الحاج وزيد صلوا يا الحاج صافي صافي يا الدري ما كاين بس ما كاين بس صافي ولكن ما عارفين شايفكم فين شايفنا فين ايوا صافي يا الحاج يخلقوا من الشبه 40 ونهضروا في المعقول احنا جايين نخطبوا بنتك صباح لولدنا شعيب واش كاين شي فلوس ايوا ما يخطا خير السيد الحاج ما يخطا خير الحاج تقال غطيح على فمك انا راني غتكفى على فمك والله ما قال لينا والله تاش غيعقل هو في الزهايمر روحي احلف بالله هادشي اللي مزيان يا ربي بقى في حياته كامله المراه زغرتي راه ساكت منط هاوي الحاج هاوي الحاج اسد اسد ويا الحاج هاوي الحاج قول البنات يا الحاج هاوي الحاج سيدي زهيمر يا الحاج هاوي الحاج الطيحه ويا الحاج هاوي الحاج طلعت الطيحه ويا الحاج هاوي الحاج قول البنات يا الحاج هاوي الحاج جوج مرات يا الحاج هاوي الحاج قول البنات يا هاوي الحاج وبركه من النشاط ايوا الحاج راه جبنا لك شي كادوات ما نسيناكش عمي او واحد الكادو بسيط واحد الصلايه تقلى سر صلي هذا التسبيح يا عمي في بلاصه شد الكارو شد التسبيح احسن لك كمل الكادوات لعمي عمي جيب لك واحد الكادو زوين ما تبقاش تنوض من بلاصتك هاو شاد الكادو هذاك ديرها كيتحل الباب اوتوماتيك هذا هو اللي خاصني معاكم كتصافو مسدس والله شي واحد بقى دخل الدار شوف الحاج كون هاني دابا راه ولا معاكم راجل ديال الدار ايوا غدا ان شاء الله نتلاقاو عند العدول ونقراو الفاتحه بسم الله اصبوحتي ديتك ولا ما ديتكش ديتيني فين ديتيني انا تنبغيك وباك مالو جميله جيبي الغدا راه صالات العده الله عشيري عايش الحياه يا وليدي يا وليدي فين غادي مقدم عجعد عشيري الوليد جعد عشيري واش عشيري اش قال وليدي شك جاي دارع وكتقول عشيري شو عشيرك في الزنقه وليدي هادي راه دار مجوجين والناس محتارمين ما تجيش تدفع عليا البابا ولدي جميله اش وقع اش صداع واش تشوف السيد هاد الدري 6 شهور هو داخل خارج عليا ما عرفتش هو من الدار ولا انا اسكتي هاد 6 شهور وانا صابر عليهم هادو ما عرفت فين شايفهم واه اللي قارشينا باش فين شايفنا فين حتى فين شايفنا فين يا ولدي وانت هنايا الشهور تا واكل شارب فين هاد الدار اللي قلتي غتوجد شوف عمي راه ما بقى والو بقات غير البواني ديال الباب ان شاء الله وغادي نمشي انا وبنتي غادي نغبروا عليك ماشي مشكلة ولدي ماشي مشكلة جي بغيت نهضر معاك شي هضرة مهمة مرحبا عمي عرفتي عرفتي عليك غتعطي لي هاد شوية هاد الكلينة انت مالك يا صاحبي سير تاخر عليا ليه صافي ما كاينش مشكل عمي شنو هو الموضوع اللي بغيتيني فيه ما قناش شي كتكون ديال الكارو وانت اخبار غير الكارو مدير الصحة مدير بالصحة ربنا تبخير مدير الصحة والخويل ووجه الويل انكسر تدخين مدير تب الجيب الجيب تهو مدير الصحة يا ريد مبركوا عليها كي هو الحاج كيطلق على صاحب الحاجة جيتيني فهمتي كبير انت عدالي هما
هما هادو. شكون هما هادو؟ هما هادو تبعات ديال الكار اللي قلت لك ديال الكار هما هادو. لا مو خيطو دبرني على اخويا. ها هما دابا والله حتى واحد ما يخرج والله انا سديت الباب. اعوذ بالله من الشطر راجي ما يخرج. صافي قلت لك انا سديت الباب صافي حتى واحد ما يخرج. مو خيطو وجد راسك اخويا وجد. صباح ياك تجوزنا درنا المفيد زيدي. واخا والله انا بقات فيكم عاملاتي. ما عرفت مال الباب ما تسدش. ما عرفت مالو. بهذه. يا راجل. واش من نيتك هذه اللي غتحل لك الباب وتسد؟ تدير عقلك. او ماي جاد الله الحرام ضحكوا عليا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي لا تقصي على راجل ويلي وحدي.